ينضم إلينا عبر الهاتف من حمص مراسل الأخبارية السورية أسامة ديوب. تحية لك أسامة. نعم سنة، تحية لك وتحية أهلا لمشاهدينا. بك. بداية أسامة، ماذا في الأهمية للسيطرة على مقلع المشارفة الجنوبي، وكذلك كيف سيكون انعكاس على العمليات مستقبلا؟ نعم سنة، أهمية السيطرة على مقلع المشارفة الجنوبية هي بداية ما يمكن أن نسميه المرحلة الثانية لعمليات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في سلسلة جبال الشمرية، وهي بدأت بدأ عملية السيطرة على القرى التي تواجد بها إرهابي تنظيم داعش. سنة عمليات الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة مستمرة على الجهة الشرقية من جبال الشمرية، بعدما تمكنت من السيطرة وتأمين نقاط حاكمة واستراتيجية على الواجهة الغربية لست جبال الشمرية. وكانت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع قوات الدفاع الوطني والقوات الرديفة بسطت السيطرة على مقلع المشيرفة الجنوبية وعلى المفاتر الحمر وعلى قرية رسم الحميدة، وأحكمت السيطرة النارية أيضا على الطريق الواصل بين قرى جباب حمد ورسم الحميدة وقرية السبعه وهبره غربي وهبره شرقي. وسط معارك عنيفه مع هذه تنظيم داعش بدا خلال التنظيم الخسائر الكبيره في العتاد والافراد. ايضا سنة بالانتقال الى عمليات الجيش العربي السوري في ريف حمص الشرقي نعم. وشرق تدمر باتجاه عمق الباديه، وسع الجيش العربي السوري من نطاق سيطرته شرق تدمر وبسط السيطره على محميه الاثليله بعد معارك عنيفه مع ارهابي تنظيم داعش تكبد خلال التنظيم الخسائر الكبيره بالعتاد والارواح، فيما تابعت وحدات الهندسه عمليات تفكيك الابوات الناسفه التي زرعها ارهابي تنظيم داعش. ايضا وحدات الجيش العربي السوري تابعت التقدم وسيطرت على عدد من النقاط شرقي صوامع الحبوب على اتجاه حق الارك، في حين استهدف سلاح الجو تحركات وتجمعات ارهابي تنظيم داعش في محيط مناطق الاشتباك. نعم سنة. نعم، هذا بالنسبة لتقدم الجيش العربي السوري في شرق تدمر وكذلك في ريف حمص الشرقي بشكل عام. ماذا عن اتفاق تسوية في الوعر والمراحل المتبقية بهذا الاتفاق أسامة؟ سنة، بالنسبة لاتفاق الوعر واستكمال تنفيذ عملية المصالحة في حي الوعر، متوقع غدا خروج دفعة جديدة من المسلحين الرافضين لعملية التسوية. طبعا حتى الآن لم توفر المعلومات حول وجهة هذه الدفعة والأعداد، ولكن هي بطبيعة الحال في كل دفعة يكون هناك خروج المسلحين ما بين 300 إلى 500 مسلح، وأيضا يكون عدد مع بعض من ذوي عائلاتهم، ويصل العدد أيضا ما بين 1200 إلى 1300 شخص تقريبا في كل دفعة سنة. نعم، والاستعدادات أخيرا أسامة لعودة المؤسسات الدولة إلى حي الوعر، ماذا عن هذه الاستعدادات الجارية؟ سنة، محافظة حمص كانت قد بدأت بوضع خطة كاملة لعملية بدء إعادة تأهيل مؤسسات الدولة داخل حي الوعر مع خروج آخر مسلح من حي الوعر، وذلك متوقع أن يكون في 20 من شهر أيار الحالي. ستبدأ ورش الصيانة بالعمل والدخول إلى حي الوعر وتنفيذ خطة إعادة تفعيل المؤسسات داخل هذا الحي. أشكرك جزيل الشكر أسامة ديوب، مراسل إخبارية سوريا في حمص. شكرا جزيلا لك أسامة.